صباح الخير. انا مش عارفة بجد يعني الفيديو ده اصلا هينزل لكم الصبح ولا بالليل، بس احنا دلوقتي الساعة 9 الصبح. هتلاقوني متوترة كده ومبسوطة وفي حاجات غريبة. عايزة اقول لكم الفيديو ده لو نزل لكم معناها اللي في بالي حصل دلوقتي. انا صحيت من النوم على مكالمة، تمام، من مندوب. اتفقنا ان احنا هنتقابل في مكان معين عشان حاجة. الحاجة دي لو طلعت اللي في بالي فأعرفه ان ده اسعد يوم في حياتي. فيلا بينا، انا هقوم اغير والبس. انا كده كده اوريدي عندي درس، فعشان كده اتفقت مع المندوب ان انا اقابله في المكان بتاع الدرس بتاعي. فهروح اقابله وعلى حسب ما يحصل هقول له، يعني على حسب ما يحصل هتعرفوا كل حاجة. فكملوا الفيديو للآخر لان الفيديو ده هيبقى مليان مفاجآت وهيبقى مليان حاجات حلوة قوي. ولو انتوا مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة طبعا، فعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا هغير لبس وانزل، وعلى حسب بقى ما يحصل لان انا مش هعرف اقول لكم اي حاجة. على حسب ما انزل واروح اشوف المندوب ويطلع، لو طلع الحاجة اللي في بالي هي اللي بجد يعني هصور لكم كل حاجة. ويلا بينا ننزل، يعني البس وانزل على طول. وهنا بقى كنت استلمت الدرع، طلعت المفاجأة زي ما انا كنت متوقعة وركبت المترو. كنت رايحة اقابل صاحبتي و سوري بقى على الصوت عشان تعبانة شويتين. المهم انا كنت برخم على صاحبتي شوية ومشينا لغاية ما وصلنا عند، احنا كنا في حلمية الزيتون، ولغاية ما روحنا عند كهرمان بيبيع مش عارفة بيبيع ايه، بيبيع كشري وحاجة من دي. المهم فحبينا نتمشى شويه قبل ما نروح ناكل. كنت مبسوطه قوي بصراحه بالدرع وكنت ماشيه. بصوا يعني الناس كانت كلها في الشارع بتوقفني بتقولي هو ده درع اليوتيوب بتاع 100,000. فالموضوع كان حلو قوي بصراحه وكنت مبسوطه جدا. المهم بعد بقى طبعا ما يعني اتمشينا والكلام ده كله رحت الكافيه. بص يا جماعه انا رايحه دلوقتي، رايحين فين؟ رايحه عشان افتح الدرع. هنا بقى كنا مستنيين الراجل يجي ياخد الطلب بتاعنا عشان نطلب الاكل وكده. كنت بقى عماله ايه اتصور شويتين كده عشان احطها لكم في الفلوج. وبعد كده طلبنا الاكل وبدانا ناكل. قاعدين في بص يا جماعه احنا دلوقتي قاعدين في كهرمان، لو بتاع الكشري بتاع شاورما وكريبات وحاجات من دي. المهم ان احنا طلبنا شاورما دلوقتي هناكل وهنروح مشوار وبعد كده نروح نفتح بقى ايه الدرع ده، نفتحه في الكافيه عشان احنا عايزين حته هاديه كده ويا رب يبقى هادي. توقعوا كده في الكومنتات هيبقى هادي ولا لا. بعد كده طبعا صاحبتي كانت عايزة رز بلبن، طلبنا الاكل خلاص وكلنا. انا طلبت شاورما بالعيش الفرنسي وهي طلبت بالسوري وكلنا بقى الحمد لله وخلصنا وجبنا الرز بلبن. وبعد كده طلعت برا اتمشينا، كنا رايحين كافيه كده في الحلمية. المهم قعدنا بقى نتمشى حبة حلوين كده لان المسافة ما بين المطعم والكافيه حبة حلوين، مسافة مثلا 10 دقايق ربع ساعة. خدناها مشي لان ساعتها الجو كان لطيف، يعني كان مغيم شويتين وكان في هوا فالموضوع ما كانش رخم. المهم خدتها بقى جري كده، كنت ماشية جنب الكافيه وكنت جنب السور يعني بتاعه. ودخلت الكافيه وبدأنا بقى، فتحت البوكس قعدت طبعا شويه مش عارفه افتحه عشان كده سرعت لكم الفيديو. كان في طبعا لزق ومتلف بطريقه كويسه جدا وفتحته هنا واسيبكم بقى معايا وانا بفتحه. كملوه خطوه بخطوه، شوفوني اول ما فتحته بقى شكله عامل ازاي وكملوا الفيديو لاخر عشان بوجه رساله مهمه قوي في اخر الفيديو. طيب ورجعت لكم تاني. كنت اتمنى ان انا اكمل لكم تصوير وانا بره او اكمل لكم التصوير في نفس اليوم، بس للاسف حصل معايا ظروف فما عرفتش ان انا اصور لكم الكلام اللي كنت عايزه اقوله المهم جدا في اخر الفيديو. اول حاجه
انا هقول لكم كلام كتير قوي وهحاول الخصه على قد ما اقدر عشان ما اطولش عليكم الفيديو. الفيديو ده مجرد ان انا عايزه اشارككم فرحتي بالدرع. انا طبعا هرجع افتحه معاكم دلوقتي. هو طبعا انا كنت عارفه اتكلم وانا بره. هو طبعا بتبقى بوكس كده وبيبقى طبعا بنوقع على ورقه والكلام ده كله حاجات كتير كده. المهم انا مش عارفه هو بيتفتح منين. انا قعدت بره يعني زي ما انتم شايفين قعدت فتره على ما عرفت ان انا افتحه. اهو مش متخيلين فرحتي بيه والله العظيم يا جماعه فرحتي بيه وكاني مولود بيبي يعني كاني كده خلفت. يعني انا ما جربتش الشاور قبل كده بس ما اظنش ان في حلاوه عن كده يعني. المهم اهو طبعا انا هطلعه. انا خايفه عليه. عايزه اقول لكم انا كنت اليوم اللي نزلت فيه مع صاحبتي بنفتح فيه الدرع يعني ماشيه حضناه كده. بصوا اهو بجد مبسوطه بيه قوي. المهم تعالوا بقى نتكلم في الكلام المهم اللي انا كنت عايزه اقوله لكم. اول حاجه انا عايزه اوضح معلومه واحده وضحتها قبل كده كتير بس في ناس مش عارفه ليه بتحب تلت وترغي كتير. انا الحمد لله بدايتي في اليوتيوب من حوالي 3 سنين لوحدي. كنت لوحدي تماما. كنت تقريبا يعني بصور وبقطع شويه بصور وبقطع بس بصراحه الموضوع كان في دماغي جدا. كنت حباه جدا. كنت كل ما مثلا بحبط بسبب حاجه برجع اقوى من الاول لغايه ما الحمد لله ربنا كرمني وبدات الدنيا تظبط معايا. بدات ان انا استمر اكتر. بدات ان انا اتعب على نفسي اكتر. بدات ان انا اعمل محتوى كويس. بدات ان انا يعني اعمل لما الناس بدات تطلب مني بقى افكار فيديوهات لان فكره ان حد يطلب منك افكار فيديوهات دي بتبقى قليله قوي في الاول لكن قدام بقى لما تلاقي ان في طلب جمهوري او جماهيري على حاجه معينه فبصورها. المهم ان الدرع ده بالنسبه لي يعني حاجه كده هتحط في قلبي هتتشال في قراسي. انا بجد في ناس كتير قوي بدون ذكر اسماء عرفتها من فترات طويله وناس يعني انا بدايتي في اليوتيوب اصلا الناس اللي شجعوني ان انا ادخل او الناس اللي كنت اعرفهم اليوتيوبر اللي كنت اعرفهم. انا عمري ما طلبت من حد شير او دعم او اي حاجه كمصلحه ولا حتى والله بمقابل. ما كنتش بطلب الموضوع ده خالص. كنت دايما معتمده على ان انا اكبر لوحدي وعلى ان انا اجيب جمهوري واجيب اخواتي لوحدي من غير ما مثلا يدخلوا لي من عند اي حد او كده. ما كنتش مستعجله على الموضوع لان انا غرضي ما كانش غرض مادي خالص. الناس اللي بتبقى محتاجه ان اليوتيوب كمصدر رزق والكلام ده عادي سهل قوي ان هم يعملوا دعم ويجيبوا ناس ويكبروا قنواتهم فأقل من شهر. فاهمين قصدي؟ لكن انا قعدت سنين لان انا كنت عايزه اعمل كل حاجه لوحدي. فانتي نصيحتي ليكي انك ما تطلبيش من حاجه حد يعني تطلبيش حاجه من حد عشان خاطر ما حدش يجي يذلك فيها في يوم. نصيحه برضو لازم تبقي عارفاها كويس جدا. المجال ده هيعرفك بناس قذره كتير جدا. هيعرفك بناس ممكن يمثلوا عليكي دور ان هم اخواتك لمجرد ان هم يستغلوكي مجرد ان هما ياخدوا مصلحتهم من وراكي. المجال ده هيعرفك بناس قذرة بطريقة انك هتقولي الحمد لله انا قد ايه متربية وقد ايه انا شخص كويس. الحمد لله انا بحمد ربنا على حاجة زي دي. والحمد لله انا بحمد ربنا انا عمري ما اتمصلحت على حد ولا عمري قربت من حد لمجرد مصلحة. بالعكس انا دايما كنت بدي كل حاجة ممكن اديها للشخص اللي قدامي من غير ما يطلبها. انا دلوقتي عرفت واحدة عارفة ان هي محتاجة كذا بديها الحاجة دي على طول عشان انا عارفة ان ربنا بيعوضني وبيكرمني وعارفة ان ربنا كل ما بعمل خير كل ما بيردهولي. لكن فكرة ان حد يمثل عليك ان هو بيحبك لمجرد شيء معين فالموضوع ده في قمة القرف وفي قمة يعني مش متربين والله العظيم بجد مش متربين. فلو عايزة تدخلي المجال ده لازم يبقى عندك الصبر. لازم تكوني شخصية هادية كده ما تبقيش عصبية لان انت اصلا لو هادية المجال ده هيخليكي تتعصبي هيخليكي شخصية عصبية كده وبتاخدي كل حاجة على اعصابك. بس الشاطر اللي يقدر يكمل الشاطر اللي ما يقعش من كلام الناس الشاطر اللي ما يستسلمش لأي ظروف بتحصل لأن حرفيا في ظروف بتحصل بتخلي الواحد خلاص أنا مش قادر أطلع قدام الكاميرا أصور لكم أقول لكم حاجة ما كنتش ناوي أقولها وما كنتش مخططة ليها خالص. هو أصلا كل الكلام ده مش مخططة له بس أنا فعلا الوقت الحالي اللي أنا بصور لكم الدرع ده انا في ظروف صعبة جدا وفي مشاكل كبيرة جدا ومحدش عالم بيها الا ربنا. عشان كده بطلب منكم دعواتكم. كنت امبارح منزلالكم في المنتدى
يعني ادعوا لي وادعوا لبابا وكلام من ده كتير. فانا الفتره دي والله العظيم يا جماعه ربنا عالم انا في ظروف صعبه ازاي، بس اللي مقويني واللي مقوي قلبي ان انا يعني ده حلمي وده مستقبلي، وانا شايفه ان انا لسه ورايا طريق طويل جدا. ف في ناس كتير بتتمنى لي ان انا اقع، عشان كده انا قمت في عز تعبي عشان اصور الفيديو ده عشان تعرفوا قد ايه انا شخصيه يعني مفيش منها بجد. انا بقول لنفسي كده لان انا واثقه من حاجه زي دي. حاولي دايما تدي لنفسك انت الطاقه الايجابيه، دايما انت اللي تشجعي نفسك. اصل انت لو استنيتي من حد ان هو يقول لك انت قويه وانت صدقيني مش هتفلحي في حاجه. دايما انت القوي نفسك بنفسك، دايما شوفي نفسك انت احسن واحده عشان خاطر ربنا يكرمك، عشان خاطر انت كمان تكوني يعني مش مستنيه حاجه من حد وتعرفي تعملي كل حاجه لوحدك. واتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم عن كده، واي سؤال عايزين اكتبولي في الكومنتس. حبيت اشارككم النهارده فرحتي بالدرع ده، وحبكم قوي قوي قوي، ويلا باي.